صباح النور للجميع. اليوم 3/4/2023. الحقيقة اخترت عمدا باش نجي للسوق هذا خاطر عندي الحقيقة فيه ذكريات كبيرة وجميلة. لما كان بالحق سوق بلدي بالحددين هنا كان تقريبا صورة القروان، هذه تو السوق البلدي بالحددين ذي في وسط المدينة العتيقة، في قلب المدينة العتيقة في القروان، الناس كل جهة من كل بقعة. اليوم حبيت نعملوا بامارشي من هنا مباشرة من السوق هذا، سوق جميل ياسر لا محالة. هذا سوق البلغجية، صوت هذا زيد موضوع آخر. الحوانت كلها مسكرة، كانت حوانت كلها محلولة والناس كل تخدم، الناس تغلي هنا بالحركية الاقتصادية والتجارية الكبيرة. شوفوا نمنا كل الأسعار، ثم جزار لا محالة موجود قدام ال صباح النور، صباح خير نهار زينة. عايش بارك فيه جزار. شنو الاسعار اليوم تاع اللحم؟ اي مرحبا بيك. على كل حال الاسعار هي بيدها، راهي ما عندناش كل يوم اسعار. باه العلوش قداش؟ 38. اي نعم. بالنسبه للبقري الهضره ب 34، الكوتلت 30، الصدره ب 22، والفكرة اللي هي تعتبر كوفي هي كيلو ب 32. شنو هي الاسعار توا تقريبا في رمضان؟ مرتفعه نوعا ما. ماشي مرتفعه برشا حسب البقري هذا كسوم، والعلوش برك انا سمى فيه شويه غلاء على خاطر سمى نقص في العلف، فلاح يشري في العلف الغاليه. جيت تفاجأت أنا بالنار الحقيقة في السوق البلاغجية، سوق الحددين حصل كان قبل كان يغلي غليان، بالناس كل ظل تقام عبي تقام، ما هوش كما قبل. أنت تقريبا اللي نعرف كان قديم برشا، أنا عندي حوالي تقريبا كنا أكثر من 40 سنة أنت موجود هنا. صحيح أنا من عام في السبعينات أنا موجود مع الوالد الله يرحمه. شفت من السبعينات لليوم بربي يعطيني مقارنة بسيطة. وقارنا شو نقول لك، كان الحم كيلو البقري ب 900 فرنك والعلوش ب 950، انا بيدي باع. امالي؟ الدنيا تبدلت وكان المرش هذاك يغلي غليان، شكون اللي يحصل له الشرف باش يشري منه حاجه؟ قروان كل كانت تصب هنا، كل فيه بلاد كامله كانت تصب هنا، من ناس فاقس، من المنصوره، من طريق حافوظ. حافوظ ما كانش طريق حافوظ، كلها طب تركب بالكيران وتجي المرشي الحددين. هذا المرشي ما تو تحلت له برشا بلايص وقصة فيه، رغم اللي التجهيزات اللي عملوها فيه ما رغم انه مهيئ هنا محالة، مهيئ بالسوابق، بل ما كانش فيه شيء هذاك. خسروا عليه برشا فلوس البلدية لما حالة. والله سمعت البلدية صرفت عليه 480 مليون وردوه مغطي وردوه فيه برشا حاجات ولا تبيع. لكن يا اخي شو نقول لك، ما تحسنش، بالعكس زاد رجع بالتوالي. استناتوا علاش النصاب؟ علاش ما اي فوس البلاد؟ انا مدينه العتيقه والناس كل جيل هنا نورمالمون تصرف من هنا، علاش ما ثماش خضاره؟ علاش ما ثماش خضاره موجوده في الجربه عندنا؟ اي نعرف الداخل غادي فيها خضار واحد ما ساعدوش خضار. قبل اللي يجيب 20 صندوق ساعه من زمان يوفاو، هو اللي يجيب صندوق يقعد نهارين وثلاثة، هو اللي يخدم فيه بالخسارة. كل كاش خلفني أنا قاعدوا فيه زود دجاجة يخدم، ولا دجاج واحد أحسن دجاج في بريخي، ولا دجاج واحد يخدم، ولا أنو ثم الحواتة عندنا زويس حواتة ولا ثلاثة، والله يوفروا في سلاع باهية. أنا مش نعمل عليهم دورة لما حالة ونرجع بحذاك بالجزار. حد جزار بركة اللي داخل فماية هو أنا وليد اسمه جلال. سيدي مشكور، ربي يعزك، ربي يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. شيء طيب سيدي، نحب نكمل انا نواصل مع المرشي هذا، مرشي الحددين هذا الجزار كان يحكينا عليه. يا كان في الروس لما حاله قداش الراس؟ 10 الراس ب 10000 علوش. هذيك ثم جزار اخر لما حاله، ها هو المرشي. هذا المرشي محل
البلديه هيئته المحارق كان قبل لي غالي غالي كان فيها زوز الدقل هاي في 1800 الشعب يوما اراد الحياه ثم خضار حصل على الشهادة هذا شربتها معدنوس وسلخ 400 بين شكلنا فيها 45 زيادة صباح الخير هل زينه شحوا لك لباسه لا اعطيهم تعطينا البطاطا قداش هاي 19.20 البطاطا 19.20 وطماطم الفلفل ورمانية والفلفل 4.200 والفقوس 4.80 وطاح ال 4 شو الفقوس بسباس 840 كيلو 840 والفول 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 راهو فول 1200 والخس هاي هنا استنى خلي خس ب 1200 والبصل بصل 1200 كيلو وشنو هذيك الغلة؟ هذه غلة 720 720 هذوك هما اللي عندي جبان اللي حط عليها اللي جبان جبان قداش؟ 400 لا توا انا الحاجة اللي لاحظتها هنا وين من الخضارة وينها؟ تعرفوا في بالك كنت نحكي انا البرا اللي سو مرشي هذا لو كان هذا كان الصره نتاع البلاد كان قبل خاسرين عليه 400 مليون لكن لما الخدمه هوني العباد حتى النصابه ما فماش النصابه لا اقصدني فما عوالم من اللي خلات المرشي عليهم شو هو علاش مثلا الجرابه هذه مات ما قعدتش السوق ماشي كيف كيف كلها الحوانت كلها مسكره هذا المره هذه البلاد اللي عاد بكل ما تو الخدمه كانت تمشي انت برا تمشي لحي محمد الاسواق كل خرجت تمام قلت عليك الخدمه تو يعني على قدها ادفع الحوت مسكرها وانت كلها مسكره المعيشة عندهم دواء لا ما نقدرش حاجه برشا ايش دخلها ايش دخلها في باش واحد ينتصب هنا وباش وراه مهبي انا فاهم شو بيع حط جمعه فرغت كل فرغت شو جمعه اللي بس عليهم ما عادش نهز لك ال 50 دار حط جمعه فارغه وين مشاو كلهم وين تخرجوا برا من خرجوا تونس واللي يبني البرا بين عسري وكذا وما عادش كبل سيدي مشكور ربي يعزك ربي يعينك جيش أخيرا صباح الخير حبيت ناخذ الأسعار بربي نتاع الدجاج اليوم بالنسبة لأسعار الدجاج عندنا اليوم الدجاج الحي 6500 حي بس قداش توزن بربي؟ 6 كيلو كيلو زعما كيلو كيلو ونص كيلو 500 أسواق معناتها مختلفة وسط 16900 16 عندك العظام عندك كم دجاج و ربي عينك سيدي شوف نعمل دور زاد على الحوت فيه كل شيء ولا محاله لكن منتصبين محاله به المرجين هاو ب 12000 هذه الوراطه ب 19000 نزل لي ب 16000 سردينا هاي ب 6000 هاي 22 تريلي هاو بخ خروس هذا مرجين تشين اشتهيت فردي تبعنا يبيعوا تونس الرقمية ذي تونس الرقمية أنا على نحب نعرف الأسعار بالله بالمقارنة مع أو رمضان رمضان صحيح هذه خدمة 25 28 28 حجرية كريمة مصاري عامل القاروس 28
سمع به هي وصل 18 20 تو ب 12 ها 12 اهون اي اهون سمعت نورات بريسكا كيكا كيف كيف 19 نزلني ب 20 او 16 هذه هي السيق قرب السردين نورمال السردين الازرق يبدا رخيص تفرجك السوق عبارة هذيك براس مير تضرب 60 و 70 لكن ما فماش قبال توا ما فماش على القبال 10 كل شيء غالي كل شيء هذا هو المواطن من كل شيء غالي الدجاج غالي اللحم غالي الخضره غاليه ومش يشب معها ولا حلو ورمضان والشياوي لا غالي الحمد لله الحمد لله شكرا ما شاء الله ما شاء الله اوكي كان هذا سوق الحدادين على الأسف نخاف في وضعية أخرى لمحالة فارغ تقريبا إن شاء الله نهاركم زين أفضل أيام إن شاء الله.